بياكم الى فقره تدرب وحل مسائل حياتيه صفحه 21. هسه راح نيجي لسؤال 26 صوت. 26 صوت يقول اذن الانسان يمكن ان تسمع الاصوات التي لا يقل ترددها عن 20 هرتز. يعني هنا لازم نحط خط جوه كلمه لا يقل. يعني الاذن مال الانسان يعني تسمع الاصوات التي لا يقل ترددها عن 20، يعني جوه ال 20 ما تسمع، يعني فوق ال 20، 20 وفوق تسمع، اوكي. ولا يزيد، هاي حط همين جواها خطين، على ال 20,000 هرتز. اوكي، يعني ال 20,000 تسمعها بس فوق ال 20 ما تسمعها. يقول اكتب متباينه مركبه تمثل الترددات التي لا، هاي كلمه مهمه، لا تسمعها اذن الانسان ومثل الحل على مستقيم الاعداد. اوكي، شوفوا راح ارسم انا مستقيم الاعداد وراح من المستقيم الاعداد يبين عندك الحل. هسه هنا هذا راح اخلي الرقم الاول اللي هو ال 20 هرتز، هذا هو 20 هرتز، اوكي؟ والرقم الثاني هو ال 20,000 هرتز، هاي ال 20,000 وهاي ال 20، 20 و 20,000، هسه نجي. يمكن لإذن الإنسان أن تسمع الأصوات التي لا يقل ترددها عن 20، يعني الإذن الإنسان تسمع الأصوات التي لا يقل، لا يقل، يعني ال 20 وفوق تسمعها، 20 وفوق تسمعها، أوكي. والتي لا تزيد عن ال 20,000، يعني ال 20,000 وجوه تسمعها، بس إذا تزيد عن ال 20,000 ما تسمعها، أوكي. يقول اكتب متباينة مركبة تمثل التي لا يسمعها بعض، التي لا زين هو لا يسمعها شنو؟ يعني 20 يسمعها، بس 20 وجوه شنو هو؟ ال 20 ما يسمعها، ال 20 شنو جوه؟ ما يسمعها الانسان، يعني ال 20 وجوه ما يسمعها، هو يسمع ال 20 بس ال 20 وجوه ما يسمعها، وبعد ال 20,000 يسمعها، بس اذا زاد عن 20,000 ما يسمعها الانسان. اوكي، انتبهت المتباينة المركبة ما تصارت؟ صارت متباينة مركبة تتضمن او ليش؟ لأن الرسم خارج الفجوتين. هو ال 20 يسمعه وفوق ال 20 يسمعه، ال 20,000 وجو ال 20 يسمعه، يعني لا يزيد. بس اللي ما يسمعه إذا صارت تردد جو ال 20 ما تسمعه ابن الإنسان. و 20,000 وفوق ما تسمعه ابن الإنسان. هو قال لي اكتب متباينة مركبة تمثل الترددات التي لا تسمعها، إلا يسمعها شنو؟ فوق ال 20 وجوه ال 20، يعني فوق ال 20,000 ما اسمعها وجوه ال 20 ما اسمعها، اوكي؟ هسه الحل صار سهل، راح نفرض ان الاصوات التي لا تسمعها اذن الانسان، نفرض اي رمز انت خلي لك اياها اكس واي، بس هو الماشي احنا عندنا شنو هو؟ اكس، اوكي؟ فهسه الاكس اصغر من ال 20 ما اسمع، جو ال 20 ما اسمع، فاقول الاكس اصغر من ال 20 لان ال 20 ما اسمع، بس جو ال 20 ما اسمع، وبعد راح اكتب او. ليش كتبت او؟ لان مبين خارج الفجوتين الرسم او. او الاكس اذا تكون اكبر من ال 20,000 همين ما اسمع، اكبر من ال 20,000 همين ما اسمع، فكتبت هاي المتباينه اللي تمثل الاصوات التي لا يسمعها اذن الانسان، هاي هي المتباينه المركبه اللي تتضمن او. بعدين يقول مثل على خط الاعداد، هو طبعا هذا هو التمثيل على خط الاعداد، يعني نفس راح اسوي، راح اجي ارسم هذا هو خط الاعداد اللي هو نفسه على رسم راح يصير، اوكي؟ طبعا هنا الموجب وهنا السالب، احنا ما عندنا ارقام سالبه كلها موجبه، فنجعل 20، هاي ال 20 فجوه مفتوحه، اصغر باتجاه السالب. ها هي 20. ال 20,000 رقم اكبر، خليه هنا، هذا هو ال 20,000. بما انه اكبر فباتجاه الموجب، هذا يكون باتجاه الموجب، هذا هو التمثيل البياني مالته، وهو من الشرح بين عندي بانه خارج الفجوتين. اوكي. نتحول الى سؤال 27. اطار السيارات، يقول ضغط الهواء المثالي الموصى به لاطارات السيارات الصالون لا يقل عن 28. اوكي. هسه اذا نخلي خط جوه لا يقل. 28 باسكال، هاي وحدة الضغط باسكال، يعني كيلوغرام بير انش تربيع، 28 باسكال وحدة الضغط، ولا يزيد اوكي على 36 باسكال. اكتب متباينة تمثل الضغط، تمثل الضغط ومثل مجموعة الحرارة على مستوى الاعداد
مين يقول اكتب متباينه تمثل الضغط مو لا تم... يعني تمثل الضغط داخل اطار السعر مو التي لا تمثل. اذا هاي نحلها و نحلها و هسه انتم راح تشوفونها بالرسم باعوا التابو. هذا هو خط الاعداد. الرقم الاول مالتي هو 8 او 20. ال 28 مقبوله، يعني اذا انت تنفخ التاير مال السياره تخلي فيه ضغط 28 اوكي، بس لا تخلي جوه ال 28. فال 28 مقبوله، يعني 28 وفوق مقبوله اوكي. ومن تنفخه اوكي 36، اذا كده زيد ضغط 36 مقبوله، بس لا تخلي فوق 36 لان احتمال يطق التاير اوكي. فالضغط المثالي محصور بين ال 28 و 36، معناته انت اذا اعطيت هواء 28 وفوق مقبول، واذا اعطيت هواء 36 او جوه مقبول اوكي. هذا ضغط مثالي حلو بين ال 28 و 36، وهو يقول اكتب متباينه تمثل الضغط المثالي داخل اطار السعر. فشو نحلها؟ و باعوها و ليش؟ من الرسم البياني ايش طلعت لي؟ و. فراح نفرض ان الضغط المثالي داخل اطار السيارة، نفرض ان الضغط داخل اطار المثالي طبعا اطار السيارة شو يساوي لنا؟ اكس. اذا الاكس شو تكون؟ تكون اكبر باتجاه الموجب على الاحمر، خلي اسويها بالاحمر. يعني هنا الاكس اللي هي تمثل الضغط داخل اطار السيارة باتجاه الموجب رايح لين هذا الموجب وهذا السالب، اكبر او يساوي 28. هاي مقبوله 28 فوق خير من الله، بس 28 لا، التاير ينتهي يبنشر. وليش سويتها؟ لان بين الرسم داخل الفجوتين الاكس يكون شنو هنا؟ اصغر او يساوي 36. ليش؟ لان رايح باتجاه السالب اوكي. فالاطار محصور، ضغط الهواء داخل اطار السياره محصور بين ال 28 و 36. اذا التاير مافت بقيشته بالقيش مال البنشرتشي ولقيته 28 اوكي مقبول، فوق ال 28 29 30 كله مقبول، توصل ل 36 مقبول، بس اذا صار 37 لا خطره، احتمال يطق التاير اوكي. فالمتباينه يقول اكتب متباينه، هاي هي المتباينه، يعني راح اكتبها اقول الاكس اكبر او يساوي ال 28 اصغر او يساوي 36. ارسمها هذا الرسم مالته نفسه، راح امثل على خط الاعداد نفس هذا الرسم اوكي. ال 28 هاي ال 28 اكو يساوي اي، لان ال 28 داخل بالحل، لان هو يقول 28 مقبوله، بس جوا ال 28 ما طلع، ال 28 جيد مقبول، فاخذته فجوه مغلقه اوكي. والثاني شنو هو؟ ال 36. فال 36 مقبول ما في مشكله، ال 36 مقبول وفجوه مغلقه، ليش؟ لان 36 داخل بالحل اوكي. هسه الاكس اكبر من 28 باتجاه الموجب، باتجاه الموجب، والاكس هنا اصغر او يساوي 36 باتجاه السالب اوكي. فهذا هو التمثيل البياني مالك على خط الاعداد، وانتهي عندي الحل. وصل الطلاب الى سؤال 28 القطار المغناطيسي. يقول القطار المغناطيسي المعلق تعريفه، يقول هو قطار يعمل بقوة الربع المغناطيسي اوكي، وباختصار يعرف بالماجليف الماجليف اوكي اسمه، وصممت انواع مختلفة من هذه القطارات في مختلف دول العالم اوكي. اذا السطرين كلهم ما بيه فائدة، هاي هنا بدت الفائدة، اذ ان سرعتها لا تقل اوكي، يعني سرعة القطار ما تقل عن 300 كيلومتر بالساعة، 300 كيلومتر بالساعة، ولا تزيد على 550 كيلومتر بالساعة. يقول في المطلب الأول يقول اكتب متباينة مركبة تمثل سرعة القطار اوكي، يعني سرعة القطار مو لا تمثل التي لا تمثل، لا تمثل سرعة القطار. والمطلب الثاني يقول مثلها على خط الاعداد اوكي. احنا تعلمنا بانه ارسم خط الاعداد، وهسه من خط الاعداد راح يبين عندي الحكي. هذا الرقم ال 300، هاي هي ال 300 اوكي. القطار سرعته ما تقل عن ال 300، من ال 300 يقول لا تقل، يعني من ال 300 وفوق اوكي. والرقم الثاني اذا اريد ارسمه أنزله على خط الاعداد اللي هو ال 550، يقول لا تزيد، يعني شنو هو؟ ما تزيد عن ال 550. اذا القطار مالتي شنو سرعته؟ لا تقل، يعني من ال 300 وفوق، يعني اذا مشى 300 هذا هو اوكي قطار جيد، وفوق ال 300 مقبوله.
والقطار سرعته لا تزيد، يعني ما يصعد فوق ال 550، من 550 وجوه اوكي، وال 550 داخله بالحل باعتبار هذا الموجب وهذا السالب. ومن الرسم بين شنو اداه الربط؟ ما دام الرسم بين الفجوتين، التاشيره بين الفجوتين، اداه الربط شنو هي؟ و اوكي. فراح نفرض ان سرعه القطار، اعطيها الرمز اكس، شو يساوي لنا؟ اكس. فهاي الاكس شو تكون؟ تكون اكبر او يساوي ال 300 باتجاه الموجب، اكبر او يساوي 300 اوكي. و اداه الربط شنو هو؟ والاكس شو تكون سرعه القطار؟ اصغر او يساوي 550، يعني 550 من 550 عفوا وجوه، فتكون اصغر او يساوي 550. اذا المتباين راح اكتبها، اقول اكس اللي تمثل سرعه القطار اكبر او يساوي، عشان فرت عليها، فرت الاشاره وين؟ عليها الفتحه، صارت على الحرف، اكبر او يساوي 300، اصغر او يساوي 550. والرسم مالته هذا، بس راح ارسمه جوه. يقول ومثل الحل على خط الاعداد، طبعا هذا هو المطلب الاول، وهذا راح المطلب الثاني، مثل الحل على خط الاعداد، هذا هو المستقيم اوكي. هذا طبعا موجب سالب خط الاعداد، وهذا هو الصفر، ماكو صفر طبعا، الصفر لان ارقام موجب فاخر الصفر. فهذا ال 300، هاي ال 300 فجوه مغلقه، لان احنا قلنا ال 300 داخله بالحل، وهاي ال 550 وال 550 هم داخله بالحل اوكي. خلينا نغير لون الفجوه اوكي. ها هي ال 550، ها هي ال 550، وها هي ال 300. فنجي الاكس اكبر من ال 300 باتجاه شنو؟ باتجاه الموجب. وهنا الاكس اصغر من ال 300 فباتجاه السالب، ومثلتها على خط الاعداد. طبعا هاي تفيدنا هسه بالموضوع اللي راح يجي متابعه القيمه المطلقه، كلش مهم الرسم اوكي. فاحنا هسه من الرسم عرفنا بان اداه الربط هو شنو؟ التاشير بين الفجوتين. انتهى حل السؤال. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.